ابنائي بناتي طلاب الصف السادس الابتدائي، معادنا حبايبي مع اول دروسنا من الفصل الدراسي الثاني. كل عام وانتم بخير. الوحده الثامنه، مفهوم الوحده، ضرب وقسمه الكسور. يلا كده مع بعض. بيقول لي اوجد خارج القسمه في كل مما يلي باستخدام النماذج الشريطيه. طيب تعالى كده بص معايا، انا عايزه اقسم 3 على 3 خماس، تمام؟ طيب بص معايا كده حبايبي، المقسوم هو اول حاجه، يعني المقسوم ده الثلاثه، يبقى انا اول حاله عندي في النماذج ان انا بقسم صحيح على كسر. الصحيح هو المقسوم والثلاث خماس المقسوم عليه. طب انا هعمل ايه؟ هرسم ثلاث مستطيلات حسب المقسوم. طب وكل مستطيل هظلل له كام؟ كل مستطيل هقسمه 5، يبقى انا بقسم حسب مقام المقسوم عليه. طب وبعدين هعد مجموعات، كل مجموعه بتتكون من 3 حسب بسط المقسوم عليه. يعني انا هظلل 3، اول ما اكون 3 هقول دي مجموعه، 1 2 3 دي مجموعة، تمام كده؟ يلا كده 1، يلا 1 2 3 ادي المجموعة التانية، 1 2 3 ادي المجموعة التالتة، لسه في اهو 1 2 3 المجموعة الرابعة، 1 2 3 المجموعة الخامسة. يبقى انا قدرت اكون كم مجموعة؟ 5 مجموعات. يبقى عدد المجموعات هو الحل، يبقى الحل هنا 5. السؤال الثاني بيقول لي 2 على 3 ارباع. احنا اتفقنا يا جماعه من السؤال اللي فات ان احنا بنقول المقسوم هو اللي بيحدد لي عدد النماذج بتاعتنا. طب انا عندي هنا المقسوم بيساوي 2، يبقى انا هقدر اعمل كام نموذج؟ 2. طيب تعالى نشوف كل نموذج هيتقسم لقد ايه. بص كده هنا المقام كام؟ 4. وهنا عايز يظلل من كل نموذج كام؟ 3. بس انا عندي هنا عايز اعرف بقى اقدر اعمل كام 3 موجوده. طب تعالى كده نعمل 3 ونسميها مجموعه. دي كده اول مجموعه. طيب بعدين نظلل 3 كمان، دي كده المجموعة بعدين نعمل التانية. مجموعة تانية. اقدر اعمل نموذج اعمل 3 كمان؟ لا اكيد لا، يبقى انا اقدر اعمل هنا 2 بس، صح؟ تمام. طيب تعالى نشوف اللي متبقي، اللي متبقي هنا كام؟ متبقي هنا 2. جزئين من كام بقى؟ من الثلاثة اللي انا كنت بكونهم. تمام، يبقى انا هقول له كده 2 على 3، يبقى اللي متبقي ده خلي بالك المقام بتاعه هيكون البسط اللي عندي هنا. يبقى 2 على 2 و2 ايه؟ على 3. 2 و2 على 3. تعالى بقى كده نشوف الحالة التانية. ها المرة دي المقسوم كسر، المقسوم عليه هو العدد صحيح. طب المقسوم عندي 6 على 8، يبقى هرسم مستطيل واقسمه 8 واظلل منه 6، لان انا كل اللي عندي 6 على 8 بس، تمام؟ طب ال 6 على 8 دي عايزة اقسمها على 3، يعني انا عندي 3 مجموعات، تمام؟ عايزة اعرف كل مجموعة فيها كام. طب انا لو قسمت ال 6 على 3 هيديني 2، يبقى كل مجموعة فيها 2 على كام؟ 2 على 8، يبقى الحل هنا كام؟ 2 على 8. يبقى انا قسمتها على 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 2، 2 من كام؟ من 8. يبقى هي دي الإجابة. طيب تعالى كده نشوف السؤال الرابع. بيقول لي 2 على 3 على 3. طيب تعالى كده أول حاجة، إحنا اتفقنا يا جماعة إن المقسوم هو اللي هيحدد لي النموذج. النموذج هنا هيتقسم لكام جزء؟ لتلاتة. لتلات أجزاء. طب هو متظلل منه قد إيه؟ 2 بس. 2، أديني ظللت 2 أهو. بس أنا عندي مشكلة هنا. هنا في السؤال اللي فات كنا بنقول الستة على التلاتة، فالستة بتبقى الاسم على التلاتة، لكن هنا 2 على 3، هي الاتنين بتبقى الاسم على التلاتة؟ لا ما ينفعش. يبقى أنا هدور على كسر مكافئ للكسر ده، بحيث إن هو إيه؟ البسط بتاعه يكون بيقبل الاسم على التلاتة. يبقى ممكن اضرب فوق في كام وتحت في كام عشان اتاكد ان هي بتبقى الاسم على 3؟ 3 في 3. يبقى في 3. يبقى 2 في 3 ب 6 و 3 في 3 ب 9. ب 9. يبقى انا الكسر المكافئ للثلثين هنا 6 على 9. يبقى انا هعمل نموذج ثاني اهو، بس يكون متقسم لكام جزء؟ ل 9. ل 9، واظلل منه كام؟ 6. 1 2 3 4 5 6. اعمل زي ما انا عملت بقى في السؤال اللي قبل كده، مش الستة بتبقى الاسم على التلاتة؟ يبقى 6 على التلاتة فيها الكام؟ فيها الاتنين، يعني كل مجموعة هيكون فيها ايه؟ 2 على 9. ادي كده مجموعة، وادي كده مجموعة، وادي كده مجموعة. كده انا قسمتها لتلات مجموعات اللي احنا قلنا عليهم. هو قال لي قسمها لتلات ايه؟ مجموعات. يبقى كل مجموعة فيها جزئين. جزئين من كام؟ من 9. يبقى الاجابة 2 على 9. تعالى بقى كده نشوف مع بعض سؤال الطالب. سؤال الطالب بيقول لي هنا تحب أسماء صناعة الكعك، فإذا كانت الكعكة الواحدة تحتاج إلى 4 على 5 كيس سكر، فما عدد الكعكات التي يمكن أن تصنعها أسماء باستخدام 4 أكياس من السكر؟ مستنين إجاباتكم أسفل الفيديو في التعليقات. تعالى بقى كده نشوف مع بعض برضو هنا أوجد خارج القسمة باستخدام النماذج الشريطية، لكن المرة دي إيه؟ عايزك تلاحظ بقى، المرة دي أنا هقسم كسر على كسر، تمام؟
طيب تعالى كده بص معايا. يلا دلوقتي انا عندي كسر، يعني انا هرسم مستطيل هقسمه 4 والمستطيل الثاني هقسمه 12 حسب المقام، تمام؟ طيب هظلل من الاربعه كام؟ 2. يبقى في اول رسمه هظلل 2 من الاربعه، هظلل الجزئين اهو مش ان هو بيقول لي 2 على الاربعه، والرسمه الثانيه هظلل منها 3 من ال 12. طب وبعدين انا هعمل ايه هنا بقى؟ هنا خلي بالك لما تيجي تقسم كسر على كسر انت عايزك توحد المقامات الاول. انا هشوف كسر مكافئ للاثنين على الاربعه بحيث ان المقام يكون 12 زي الايه؟ النموذج اللي تحت. هنضرب في كام فوق وتحت؟ هضرب في 3، عشان الاربعه في 3 ب 12 يبقى 2 في 3 بكام؟ ب6. يبقى انا كده عملت ايه؟ خليت المقامات زي بعض متوحده فوق وتحت للنموذج اللي فوق والنموذج اللي تحت. طب وبعدين؟ يلا نقسم بقى 6 على 12 على 3 على 12. اول حاجه طير ال 12 مع ال 12، اقسم بقى كده البسط على البسط. 6 على 3 فيها الاثنين، يبقى انا هقسم 6 على 3 هيساوي ايه؟ 2. يبقى الاجابه عندي هنا 2. نفس الكلام. يلا جيلي نص على 2 على 5. النموذج الاولاني هيبقى نص، هظلل منه قد ايه؟ 1 من الجزئين اللي عندي. طيب والاثنين على 5 هظلل من الخمسه 2، ادي 1 وادي 2. طيب هل هنا المقامات متوحده؟ لا، احنا اتفقنا لما بنيجي نقسم كسر على كسر باستخدام النماذج هنوحد المقامات، صح كده؟ طيب تعالى كده نشوف كسر مكافئ للنص وللاثنين على 5 بحيث ان يكون الاثنين مقامهم زي بعض. بص على المقامات كده، الاثنين والخمسه دي اعداد ايه؟ اعداد اوليه. يبقى فاكرين كنا بنجيب الميم ميم الف ازاي؟ لما نضربهم في بعض. يبقى 2 في 5 ب 10، يبقى هنا المقام هيكون 10 والمقام هنا 10 والمقام هنا 10. يلا نجيب بقى كسر مكافئ للنص، كام على 10؟ يبقى 5 على 10 لان هضرب في 5. طيب والاثنين على 5؟ الخمسه انا هضربها في كام؟ 2. يبقى هضرب الاثنين في 2 ب 4. طيب انا عندي هنا المقامات بقت زي بعض، احنا اتفقنا لما بنيجي نقسم هنعمل في المقامات هشيلهم، بعدين اقسم كام على كام؟ 5 على 4. طب ايه ده؟ هو ال 5 على 4 ده هل ده كسر فعلي؟ لا ده كسر غير فعلي، لان البسط هنا اكبر من المقام. البسط اكبر من المقام، هنعمل ايه بقى؟ هكسره، هطلع منه العدد الكسري اللي جواه، ننزل المقام زي ما هو ونشوف. نسال بعض كده، هي ال 5 فيها كام 4؟ فيها واحده. نكتب هنا 1 صحيح، واللي متبقي؟ 1 على 4. يبقى الحل هنا 1 وربع. تعالى بقى بص كده معانا للسؤال ده، بيقول اكتب مقلوب كل مما ياتي. يعني ايه مقلوب؟ يعني هشقلبه. هنا البسط 2 والمقام 3، فلما اشقلبه ايه اللي هيحصل؟ 3 على 2. تمام، يبقى المقام هيبقى بسط والبسط مقام. طب الربع لما اجي اشقلبه يبقى كام على كام؟ هيبقى 4 على 1. 4 على 1 بيساوي ايه؟ بيساوي 4 صحيح. طب والسبعه؟ هي اصلا السبعه بكام؟ مقامها 1، يبقى لما اقلبها تبقى 7. ومقلوب العدد 8 على 9 يبقى 9 على 8. اوجد خارج القسمة في كل مما يلي في أبسط صورة ثم تحقق من إجابتك. تعالى بقى بص معايا. يلا كده أنا هنا بقى هقسم بس من غير النماذج، بقى القسمة اللي إحنا عارفينها. تمام؟ في قسمة الكسور الاعتيادية كنت بثبت وأغير وأشقلب. أثبت يعني هنزل التلاتة على الاتنين زي ما هي. أغير علامة العلى أخليها فيه. وشقلب الربع هيبقى 4 على 1. تمام، انت قدامك حلين، يتبسط جوه المساله يتبسط في الاخر. تعالى كده نجرب الاول، لو نبسط في الاخر نضرب بسط ببسط مقام في مقام، 3 في 4 ب 12 والواحد في 2 ب 2، 12 على 2 يعني 6. لو كنت هتبسط جوه كنت هتقول على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الاثنين. تمام، لان انا كنت ببسط فوق مع تحت، واضرب الاثنين في 3 ب 6، 6 على الواحد يعني 6 برضه. طب هو عايزني اتحقق من الاجابه. خد بالك لما تسمع كلمه التحقق يعني عمليه عكسيه، يعني هخبي الثلاثه على الاثنين اللي هي المقسوم، وانا عارفه ان المقسوم بيساوي المقسوم عليه في خارج القسمه. يبقى انا عشان اتحقق هضرب الربع في 6. تمام كده؟ طيب تعالى بقى كده نضرب يلا الربع في 6. هوقف ال 6 على 1 واضرب بسط ببسط مقام في مقام. تمام، يبقى 6 على 4 دي اعداد زوجيه، انا هقسمها على الاثنين على الاثنين هتبقى 3 على الاثنين. طيب تعالى كده نشوف السؤال الثاني، بيقول لي 5 على 4. طيب تعالى كده الاول نقسم بنفس الطريقه، احنا قلنا ايه؟ اثبت اغير اشقلب. طيب نثبت اول كسر عندي اللي هو الخمس، والعلى هغيرها هتبقى فيه. طب والاربعه اصلا نحط مقامها 1، هي 4 على 1، لما اجي اشقلبها تبقى كام؟ تبقى 1 على 4. يلا نضرب كده بسط في بسط ومقام في مقام، 1 في 1 ب1 و5 في 4 ب20 يبقى 1 على 20. يلا نتحقق بقى، احنا قلنا يا جماعه المقسوم بيساوي ايه؟ المقسوم عليه في خارج القسمه.
طيب المقسوم عليه في خارج الاسم، مش احنا الناتج هنا طلع لي 1 على 20 ده خارج الاسم، يلا هنضربه في المقسوم عليه اللي هو مين؟ الاربعة. يبقى 1 على 20 في 4 على 1 في 4 واللي هي مقامها 1، نضرب 1 في 4 ب 4 و 20 في 1 ب 20. طب ال 20 بتبقى الاسم على 4، يلا نقسم على 4 فوق وتحت، 4 على 4 فيها ال 1 و 20 على 4 فيها ال 5، طلع لي المقسومة. طيب تعالى كده نبص مع بعض، بيقول لي اذا كان 3 ارباع عدد ما يساوي 6، يعني 3 ارباع في كام يديني 6، فما هو ذلك العدد؟ تمام، ادي 3 ارباع في عدد مثلا ممكن نسميه ايه؟ تمام، ايه يساوي 6؟ يساوي 6. ممكن تمام. بقى نكتبها بشكل تاني، ممكن نكتبها ازاي؟ ممكن اقول له 3 على الاربعة بتساوي ها مش ح... العدد الكلي اللي هو كام؟ العدد الكلي احنا مش عارفينه اللي هو الايه، اللي هو الايه نخليها في المقام، ادي الايه خلاص، وهنا الستة اكتبها ايه؟ فوق. تمام، تعالى كده نشوف التلاتة بقت ستة ضربتها في كام؟ التلاتة بقت ستة ضربتها في 2 والاربعة في 2 بتمانية، يبقى انا عندي هنا ايه هتساوي 8، ده العدد اللي احنا عايزينه. تمام، في طريقة تانية باستخدام الاسم بقى، ان احنا نقول 6 على 3 ارباع، لان مجهول الضرب يجيب ايه؟ بالاسم، يبقى 6 على 3 ارباع. تمام، يلا نوقف الستة على 1 ونغير العدد نخليها فيه، ونخلي التاني 4 على 3. ممكن بقى نبسط جوه، على 3 فيها الواحد، على 3 فيها الاثنين، والاثنين في 4 ب 8، 8 على 1 يعني 8. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي كم تلت فيه ال 18، يلا نقسم بقى ال 18 على تلت. يلا اثبت اغير اشقلب، هنزل ال 18 على 1 في 3 على 1، يلا نضرب بسط في بسط ومقام في مقام، 3 في 8 ب 24، 4 معايا 3 في 1 ب 3 و 2 54 على 1 هيساوي ايه؟ 54. 54 هو اللي ايه؟ كم ثلث؟ يبقى ثلثا. تعالى بقى، مستطيل مساحته 2 على 3 متر مربع وطوله 3 ارباع متر اوجد العرض. تعالى بقى افكرك كده بسرعه، كانت مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض. تمام، طب انا لو كنت عايزه اجيب الطول هقسم المساحه على العرض، عايزه اجيب العرض هقسم المساحه على الطول. تعالى بقى نرجع لسؤالنا، سؤالنا كان بيقول ايه؟ تمام، سؤالنا كان بيقول مستطيل مساحته 2 على 3 متر مربع عايزه طوله، تمام، يبقى انا عايزه عرضه. تمام، يبقى انا هكتب العرض يساوي المساحه على الطول، العرض يساوي المساحه على الطول اللي هو القانون ده. تمام، وبعدين اقسم بقى 2 على 3 على 3 ارباع، اثبت اغير اشقلب، هنزل الاثنين على الثلاثة زي ما هي في 4 على 3، وهضرب بسط في بسط مقام في مقام، الاثنين في 4 ب 8 والثلاثة في 3 ب 9 متر. سؤال الطالب بيقول لي كم قطعة طولها ربع متر يمكن قصها من قطعة معدنية طولها 5 على 8 متر؟ مستنيين إجاباتكم أسفل الفيديو في التعليقات. تعالى بقى بص معايا كده، بيقول لي أوجد ناتج ضرب 3.2 من 10 في 1.4 من 10. إيه ده؟ ده عندي علامة عشرية، صح كده؟ طب ده حاجة يعني إحنا عارفينها قبل كده. طب تعالى كده نبص مع بعض، فاكر كده لما كنت في سنة خمسة لما كنا بنضرب باستخدام العلامه العشريه كنت بقول لك ايه؟ اضرب اكنك مش شايف العلامه، تمام كده؟ وارجع حط العلامه في الناتج حسب الضرب، تمام كده؟ كنت هقول لك ارجع بقى، ارجع حط العلامه في الناتج حسب الاجزاء، الضرب بيلم علاماته، هنا العلامه بعد رقم وهنا بعد رقم، هتبقى في الناتج بعد رقمين، تمام؟ يعني انا هروح الهامش من غير العلامه، هروح الهامش من غير واضرب، يلا هضرب الاحاد في كل اللي فوق، الاثنين في 4 ب 8 والاربعه في 3 ب 12. خد بالك ان الواحد بعشرات هقول زائد صفر، الواحد في 2 ب 2 والواحد في 3 ب 3، وبعدين اجمع 8 4 4، يبقى الناتج 448. طب خد بالك بقى، هو انا كنت شايله مين؟ هنا العلامه بعد رقم وهنا العلامه بعد رقم، يبقى الاجابه العلامه بعد ايه؟ بعد رقمين، نحط يعني علامة، احط العلامه بعد رقمين. تمام، طيب ده ناتج الضرب اللي احنا لسه كنا عارفينه من السنه اللي فاتت، ايه عمليه التحليل ده؟ يقصد بيها بقى ان انت تحولهم لكسور اعتياديه، يعني 3.2 من 10 يبقى 32 على 10. تمام، في
14 على 10 تمام. شلنا العلامة العشرية بعد رقم يبقى المقام كام؟ المقام 10. وبعدين برضو هضرب بسط بسط مقام في مقام. يلا انا لسه ضربة ال 14 في 32 بكام؟ 448. يبقى البسط هيبقى 448. وهضرب مقام في مقام 10 في 10 ب 100. طب تعالى كده ننزل البسط ونعد اصفار المقام صفرين، يبقى العلامة بعد رقمين. تمام. أوجد ناتج قسمة ما يلي 3.75% على 125 جزء من 1000. طيب واحدة واحدة كده مع بعض، احنا هنا في القسمة على كسر 10 احنا قلنا لازم المقسوم عليه يكون عدد ايه؟ عدد صحيح. يبقى عشان اخلص من العلامة العشرية اللي في المقسوم عليه لازم نضرب يا اما في 10 يا اما في 100 يا اما في 1000 يا اما في 1000. طيب هنا هنضرب في كام الطرفين؟ هنضرب الطرفين في 1000 لان المقسوم عليه في علامة بعد 3. هنضرب هنا في 1000 وهنا هنضرب في ايه؟ فقال. اللي بيحدد لي انا هضرب في كام المقسوم ايه؟ المقسوم عليه. لما اضرب هنا في 1000 العلامه العشريه اتحرك 3 حركات جهه اليمين أوه. يبقى الناتج كام؟ هتقع وهزود صفر، هتبقى الناتج 3750 على العلامه هنا هيحصل لها ايه؟ هتقع خالص. هنا لازم تقع، احنا قلنا المقسوم عليه لازم يكون عدد صحيح. طب يلا نعمل بقى ايه درجه السلم بتاعتنا؟ ونقسم بقى 3750 على 125. طب 3 على 125 ينفع؟ لا ما ينفعش. هنحط صفر. طيب ال 37 ناخدها مع بعض برضه هنحط ايه؟ صفر برضه. لان انا ما ينفعش اقسم ال 37 على 125، ناخده ال 375 على بعض. طيب تعالى بقى نشوف ايه ممكن نخبي رقم مع رقمين. بقت 3 على 1 فيها كام؟ فيها 3. قبل ما نكتبها جربها، 3 في 125 هيساوي 3 في 5 15، 5 ومعايا الواحد، 2 في 3 ب 6 و1 7 و 3 في 1 بكام؟ ب 3. هي ولا مش هي؟ لا هي. نكتب ال 3 فوق اللي هو العدد الصغير والعدد الكبير تحت، ادي 375 واطرح الناتج ايه هيصفر. اللي عليه دور مين؟ الصفر بقى ما ينفعش ينزل. الصفر ده على اي عدد اديني ايه؟ صفر فهنطلعه ايه؟ تمام. يبقى الناتج 30. سؤال الطالب يلي اوجد ناتج ما يلي، اول سؤال 25% في 5/10، تاني سؤال 25% على 5/10، مستنيين اجاباتكم اسفل الفيديو في التعليقات. وبكده حبايبي نكون انتهينا، واتمنى نكون افدناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.